السلام عليكم، ازيكم؟ كيف اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبالف صحة وعافية. احنا الحمد لله تمام التمام. الفيديو اليوم عن البخور السوداني، وزي ما عارفين انا هنا في الغناء بحب اشير معاكم بعض الوصفات السودانية وبعض الاكلات الشعبية السودانية والاجنبية وحاجات كثيرة يعني متنوعة. فاليوم حبيت اشارككم الوصفة دي، كيف ممكن تعملوا بخور السندل في البيت. قبل كده كان عملت معاكم كرة السندل وبخور الشاف والاشياء الزيدية وانواع الخمر برضو، فاليوم حبيت اشارككم كيف برضو ممكن تعملوا بخور السندل في البيت ولا تجهزوا بخور السندل في البيت. وطبعا السندل برضو بيجي انواع، في العيدان الكبار نقسيس صغار، وفي الاحجام زي الاحجام بتاعت بخور الشاف، برضو في نوع اللي صغار شديد كده برضو للبخور لبخور السندل. في بعض الناس بتعمل بخورة بطرق مختلفة على حسب الذوق برضو، وفي بعض الاشياء يعني كل الناس بتعملها. برضو هنا انا في الغناء بشير معاكم الحاجات اللي انا بحبها والطرق اللي انا بحب انه اعمل الاشياء اللي انا بحب اعملها. طبعا في السودانيات، في كتار من السودانيات بيعرفوا كيف يعملوا الحاجات دي برضو، وفي بعض الناس بتتعلم برضو. فللناس اللي حابة تتعلم وبرضو للناس الغير السودانيين وحابين يتعرفوا لبعض الأشياء اللي تقليدية السودانية ولا شعبية السودانية، فهنا في القناة بحاول أشير معكم معظم الحاجات اللي بعرفها واللي بعرف أعملها. فيلا بينا خطوة خطوة نشوف كيف ممكن نعمل بخور السندل السوداني على طريقتي أنا في البيت، وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. Hi everybody and welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you how to make Sudanese traditional sandal bakhur. Previously, I have shown you a few videos as to how you can create traditional Sudanese bakhurs and perfumes, and also how to make many of our traditional Sudanese cuisines. For those of you who enjoy learning about other people's cultures or would like to try some of our traditional food and perfumes and bakhurs, here in this channel I share many videos that concerns my culture and how we make some of these products or some of these bakhurs or food or perfumes. And today in particular I'm going to show you how to make bakhur sandal, which is like a sandalwood bakhur. There are many different ways of how you can make bakhur, or how we make bakhur in Sudan in my culture. But today in particular, I'm going to show you how to make this particular bakhur at home. It's very easy, very simple. All you need is all the ingredients that I'm going to show you. And some people previously have been asking me, where can we purchase all these ingredients? You can purchase all these ingredients in traditional Sudanese stores, beauty stores, or African beauty stores, or sometimes online as well. You can find some of these products, but you have to ensure that you buy the right products and the original products. So I suggest that if you wanted to try these bakhur, or this bakhur in particular, go into a Sudanese store, beauty store, and ask for these products. Or most of the African beauty stores have these products that I'm going to be using today, and hopefully you try it for yourself and hopefully you enjoy it as well. وهنا عندنا الدفرة زي ما شايفين، والدفرة طبعا تعتبر مثبت جميل جدا جدا، وبنحتاج لها وبنستخدمها في معظم العطور والخمر السودانية، وبرضو ما بس السودانيين، حتى في الخليج بيحبوا يستخدموا برضو الدفرة، وفي أنواع كثيرة حتى الخليجيين بيستخدموها، وفي السودان برضو الآن في يعني أنواع مختلفة، لكن كالعادة بنستخدم النوعية دي. وزي ما شايفين بتجي كده، لكن لازم ننظفها بصورة جيدة قبل ما نستعملها. أنا طبعا حسي نظفتها كويس وجهزتها ونظفتها وجففتها وقليتها، وكالعادة بنستخدمها زي البودرة هنا زي ما شايفين. بعد ما نظفناها وقليناها وجهزناها وصحناها، بنجي بنستخدم البودرة كالعادة يعني في بعض الخمر، بس الخمر المشكلة مرات بنضيف الدفرة زي ما هي، لكن عادة بنطحنها بالصحن قبل ما نستخدمها. مهمة جدا جدا في يعني صناعة الخمر والبخور السوداني، ولكن ممكن تخرب كل شيء إذا ما اتنظفت بالطريقة الصحيحة. وأنا قبل كده شيرت معاكم برضو كيف ممكن تجهزوا الدفرة للاستعمال في فيديو خاص في القناة، ممكن تراجعوا. مهم جدا جدا إنه نمشي خطوة خطوة ونجهز الدفرة
قبال ما نجي عشان نستعملها. Here we have dufra, and dufra it's one of the main ingredients that we use in most of our traditional Sudanese bakhours and khumras. However, this one ingredient can ruin everything if you did not clean it properly. You have to clean it thoroughly, and there is a process as to how you can clean and prepare dufra before use. I have a video within the channel. You can look back and you can see exactly how you can prepare dufra. So you have to ensure when you buy dufra, or if somebody gave it to you, you have to ensure that it's clean and prepared properly before using it. Sandalwood powder, بودرة الصندل. وهنا عندنا برضو المسك، والمسك برضو يعتبر مكون أساسي في عمل أنواع البخور والخمر السودانية. وزي ما شايفين هنا بيجي في شكل حجر، وبعدين بنطحن المسك. ممكن نستخدم السحان يا الفندق. This is called musk, and musk it's used in many of our traditional Sudanese bakhours and khumras as well. This is how it looks like. It looks like rocks, and usually we grind it into a fine powder before use. You can use a spice grinder to grind the amount you want. وهنا عندنا عصير ليمون، تقريبا 3 معالق كبيرة من عصير الليمون، علشان بعدين لما نسيح السكر بنجي بنضيف شوية من الليمون برضو، عشان السكر بس بعدين لما يسيح ما يبقى قوي شديد، وبرضو حنضيف موية. فهنا عندنا الليمون. So here we have about 3 tablespoons of lemon juice, which we're going to add later on when we try to caramelize sugar, and we're going to use water and lemon after we caramelize the sugar and add it on top of the sugar. So here we have lemon. هنا عندنا السكر، عندي زي كوباية ونص من السكر يا كوبايتين على حسب الرغبة. أنا بس بعمل كمية، وبعدين بجي لما عاوزة أضيف بضيف تدريجيا في البخور عشان أشوف أنا عاوزة قدر شو يعني. لكن هنا عندنا السكر كوباية ونص من السكر. And here we have about 1.5 cups of sugar, which we're going to caramelize and add a little bit of lemon and water to it. I'm just going to caramelize this much, about 1.5 cups, and add it to the sandalwood later on and see how much I would need. وأنا بحب أضيف شوية من تفل الدفرة ولا البودرة بتاعت خمرة الدفرة، عشان بس يعني جميل جدا والريحة حلوة شديد، عشان بعدين أضيف من فوق للبخور. هنا ما ضروري، لكن إذا حابين ممكن. So this is traditional Sudanese خمرة الدفرة, which is made of the main ingredient. It's dufra here, and we used other perfumes to add into this into this dufra to create the Sudanese traditional perfume. However, I love using the powder from the perfume, from the khumra that we created, just to add it within this bakhour. It's very nice. It smells absolutely amazing. You don't have to, but if you do have khumra dufra, I recommend that you add a little bit of it. فهنا عندنا سندر العنود. سندر العنود برضو مكون أساسي ومهم جدا في معظم أعمال البخور والخمر السودانية، لكن انتبهوا إنه تجيبوا إنه الأصلي. لازم تجيبوا الصندلية الأصلية، لأنه الآن برضو زي ما عارفين في كمية من المنتجات يعني غير أصلية. اتأكدوا إنه تجيبوا الأصلية، مهمة جدا. وحنضيف شوية من الصندلية هنا في البخور. So this is سندر العنود. It's a form of oil based perfume. هنا عندنا فايزة. وإذا ما عندك مثلا ولا ما قادرة تصلي لسندر العنود، ممكن برضو تستخدمي فايزة هنا قريبة للصندلية. وهي برضو عبارة عن صندلية بس مختلفة شوية، وحلوة جدا جدا، وممكن نستخدمها مع بعض مع الصندلية هنا في البخور، أو ممكن نستخدمها لوحدة يعني. You can also add Faiza if you don't have sandal al-anud, or you're not able to reach sandal al-anud. You can also purchase Faiza, which is a form of oil perfume. It's absolutely beautiful, and we use it in making our traditional Sudanese bakhours. And here I have some, so you can substitute. If you don't have sandal al-anud, you can use Faiza, or you can use both of them. وهنا عندنا فلفل دمور طبعا، وزي ما عارفين السودانيات بيعرفوا انه ضروري نستخدم فلفل دمور في بعض في كمية يعني، ولا معظم العطور والخمر السودانية بتاعتنا. لكن برضو لازم تتأكدوا انه تجيبوا النوعية الأصلية، وبتتأكدوا انه أصلية كيف. هنا زي ما شايفين في ورقة ذهبية ولا لزقة من ورا، ومن جوا الورقة الذهبية في كتابة بالعربي، ومكتوب من جوا هناك إذا قادرين تشوفوا
مكتوب في ليل دمور باللغة العربية، فدي الأصلية كده بيتأكد إنه النوعية دي الأصلية، وبرضو ريحتها حلوة جدا جدا، فبنحتاج لها طبعا دايما في أمر العطور والبخور السودانية. So this is Filel Damour, and Filel Damour is a type of perfume that we use when it comes to creating our traditional Sudanese bakhours and khumras. It's very important that we use this perfume, and we use it a lot when it comes to creating our traditional perfumes and bakhours. However, you have to ensure that you purchase the original and not the fake. How can you tell if it's original? Here, as you can see, there is a gold sticker, and behind this gold sticker, there is writing in Arabic, and you can see through the bottle, and it says Filel Damour in Arabic. That's how you know it's original. وطبعا هنا عندنا الليفدور، والليفدور بنستخدم الليفدور برضو في عمل البخور السوداني في بعض العطور برضو، وبننقع البخور والعيدان البخور بالليفدور وبعض العطور برضو، لكن ما قاعد نستخدم، ولا أنا شخصيا ما قاعد استخدم ليفدور كثير، لكن بس في بعض العطور يعني زي الخمرة المشكلة، وفي بعض الأحيان في يعني بنقع العيدان البخور برضو بشوية ليفدور. هنا عندنا ليفدور. And here we have Livdor, and Livdor also one of these perfumes that we use when it comes to creating our traditional perfumes and bakhours. We don't use it a lot, however we do use it when it comes to creating especially bakhours, some of the Sudanese traditional perfumes as well. So we need Livdor. It's available in many of the traditional African beauty stores or Sudanese stores as well. وهنا برضو عندنا الريحة دي برضو بنستخدمها لما نجي عشان ننقع البخور غالبا، لكن أنا شخصيا ما قاعد استخدمها كتير، لكن بس بستخدمها في ساعة لما داير أعمل البخور وبنقع البخور، بالذات بخور الشاف بشوية من الريحة دي كمان. And we have this perfume. You don't have to, but this is usually what I use with other perfumes when it comes to creating Sudanese bakhours especially. وأخيرا برضو بنحتاج طبعا لموية. هنا عندي كوباية موية، لكن بعدين هنضيف الموية تدريجيا لحد ما نشوف انه نحنا دايرين يعني كمية يعني، فهنا بس عندي كوباية موية. Here I have 1 cup of water, which I'm going to add to the caramelized sugar later on. However, I'm just going to add it gradually to see how much I would need. ويا هادي بس كل المكونات اللي بنحتاج ليها علشان نعمل بخورنا اليوم، فاتأكدوا تماما ان تكون عندكم المكونات دي، وزي ما قلت لكم بالذات الدفرة لازم تكون نظيفة وجاهزة قبل ما نجي عشان نستعملها. So these are the ingredients that we're going to need in order to create this bakhour today, sandalwood bakhour. And like I said, it's very important that you ensure your dufra it's cleaned properly and thoroughly, and it has a whole process which you can do alone before you start this process. So let's begin. طيب عشان ما نبتدي، هنا عندي الصينية دي، وهنا بضيف السندل، ولا إذا كنت عاوزة أعمل شاف برضو ممكن نضيف هنا، المهم الخشب بتاعت البخور. وهسي الآن طبعا هنستخدم السندل، فهدي وأضيف عيدان السندل هنا. النوع ده من السندل مكسر الخشب، مكسر صغار شديد، فما بالضروري أنقع الخشب لفترة طويلة، بس بضيف بعد العطور، وبخلي برضو السندل بس يقعد شوية كده يعني ما كتير، فأصلا يعني ما بيحتاج إنه أجي أضيف كمية من العطور عشان أنقع السندل ولا كده، لكن بس أنا حضيف شوية، بعد ساعة بجي وبواصل. So here we have the sandalwood, and I'm going to add the sandalwood into this bowl, and then I'm going to add some of the perfumes and allow it to sit. You usually don't have to do this, but this is just how I like to do it. But if I'm using chaff, which is a different form of wood, and it's also cut into a larger form, not into this smaller form, I usually just soak it into different perfumes and allow it to sit for about 8 hours or 24 hours, and then I will proceed with the process of making the bakhour. However, I'm just going to allow this to sit for about 2 hours, and then I'm going to continue. So now I'm just going to add it into this bowl. You don't have to make this much amount, you can make a smaller amount, but I'm just going to make a lot to stay with me for a long time. فما ضروري تعملوا الكمية دي كلها، ممكن تعملوا كمية بسيطة، لكن أنا بس بحب البخور جدا جدا وبحب أعمل كمية عشان ما يقعد لي فترة. ويلا بجي بعمل كمية تانية إذا خلص. يلا
بنقص لانه الكميه كبيره هنا في الصينيه دي، وبعدين بنقع جزء وبنقع الجزء الثاني. I'm just going to reduce it because you can see it's a lot of wood here and this bowl is a little bit smaller for me to add perfumes into this amount. So I'm just going to separate it into two different sections and then we're going to add the perfumes. برضو هنجي نضيف شوية من الريحة دي، كيسكو بتاع الدوربين. بعد كده بس بخلط كويس. Now we're just going to mix it well. زي ما شايفين ما في عطور هنا في الصينية. يلا بعدين بعد ما كرمل السكر عادي ممكن نضيف يعني الصندل هناك في البوتياس في الصاج ولا الطوة والحلة، لكن بس أنا ما بحب أعمل كده، بحب إنه أكرمل السكر وأجي بعدين أضيف السكر هنا برا وبعدين أضيف باقي العطور وباقي المكونات، بس إنه لو ضفنا المكونات والخشب في النار بنفقد الرياح الجميلة في بعض العطور يعني. طيب يلا بعد ده نبتدي عشان نكرمل السكر، وهنا عندنا السكر والليمون والموية، ونتأكد تماما إنه النار تكون واطية ولهذا عشان ما شنو ما نحرق السكر برضو. So now we're going to begin by caramelizing the sugar and then we're going to add a little bit of water and a little bit of lemon, but ensure that the heat is on low so that you don't burn the sugar. بس نخلط شوية شوية لحد ما السكر يتكرمل. So we're just going to mix gradually until the sugar starts to caramelize. خلاص زي ما شايفين السكر ابتدى يتكرمل. يلا بعد ده نضيف عصير الليمون. We're going to add a little bit of lemon juice. ونضيف شوية موية. Now we're going to add a little bit of water. زي ما شايفين لسه نخلط لحد ما السكر كله يذوب. طيب هنا بعد ما كرملنا السكر نجي ونضيف هنا. So now we're going to add the caramelized sugar a little bit gradually on top of the sandalwood. بس نواصل نخلط كويس، وزي ما شايفين انا ما ضفت كمية كبيرة من السكر المكرمل علشان بس عاوزة السكر يتمسك ليا في الخشب هنا، وبعدين عشان بس يثبت لي العطور برضو
في الخشب، لكن ما عاوزة أعمل كمية كبيرة لحد ما شايفين هنا تحت ما في. So I just added enough sugar just to allow the wood to hold on to the different perfumes that I'm going to mix later. And that's the purpose of adding caramelized sugar, is to just ensure that all the other ingredients can hold on to these woods, so that when we use it later, we can get all these beautiful scents. طبعا أول حاجة هنا عندنا هنضيف بودرة الصندل. We're going to add sandal powder. برضو بنحتاج للمسك المطحون. We're going to add the mask. برضو بحب كمية من المسك. طبعا ضروري برضو نضيف هنا عندنا الدفرة، بودرة الدفرة. Just going to add الدفرة. نضيف الباقي في الكمية الثانية. So we're just going to add a little more. بضيفها كلها هنا. كمية مناسبة. ويلا بعد ده بس بنخلطهم كلهم كده مع بعض. هستخدم يديني. Now we're just going to mix everything together. طبعا زي ما عارفين عندي الكمية الثانية برضو بواصل وبعملها. And I'm just going to do the other half as well after this. You can add a little bit more caramelized sugar if you want. ممكن تضيفوا شوية كده يعني من السكر المكرمل إذا حابين. كده خلاص زي ما شايفين البخور طلع جميل جدا والريحة حلوة شديد ما شاء الله. وطريقة سهلة زي ما شايفين، وبس نحتفظ بالبخور في دجاجة تكون يعني تكفل كويس. وكده البخور بقعد لنا لفترة طويلة والريحة كل ما البخور قاعد الريحة بتبقى حلوة برضو. وبس يا هذه الطريقة للناس الحابة تجرب. هذه الطريقة اللي أنا بحب إنه أعمل بخوري الطريقة دي. As you can see we're done. And it looks absolutely beautiful and it smells divine. And now you should store it into a glass bottle and just store it up. And the longer it sits, the better it gets. And you can start using it right away. You don't have to wait for it. This is how much I'm making. And I'm going to make the other half as well. هنا عندنا قزازتنا جاهزة. بعد ده نضفتها وجففتها. وبتكفي كويس. بعد ده بجي بضيف البخور هنا، بس بحط البخور في الدرج وخلاص. So now I'm going to use this glass bottle. It's very big and it closes properly. I cleaned it and dried it and now I'm going to add بخور into this bottle. Thank you.
نخلص من الكمية التانية ونيجي نضيفها هنا. كده خلاص خلصنا من بخورنا وعملت الكمية كاملة واحتفظت بها هنا في الزجاجة دي. بعد كده بس بنقفلها وخلاص كده. So now we're done and this is the amount I made today and hopefully you try it for yourself and hopefully you enjoy it as well. فزي ما شفتوا الطريقة سهلة جدا جدا، بس كيف تكون عندي كل المكونات دي وبسهولة ممكن تعملي البخور. وزي ما قلت لكم الناس أزواج، في بعض الناس ممكن تحب تعمل البخور بطرق مختلفة، ويا هذه الطريقة اللي أنا بحب أعمل بخوري برضو. وزي ما شيرت معكم حسي الآن، ففي بعض الناس برضو بيخافوا إنه يجربوا الأشياء زي دي على أساس إنه يعني ممكن تخرب إذا عملتي كمية كبيرة وما عملتي حسابك ولا ما عملتي الخطوات الصحيحة، ممكن الكمية تخرب ليكي. فأنتي لو جديدة وعاوزة تتعلمي زي أنا كده، بحب أتعلم وأعمل الحاجات دي براي أنا، فاللي حابة تجرب ولا جديدة في الحاجات دي وما عارفة وبس دايرة تتعلم برضو، حاولي اعملي كميات بسيطة، ما بس طوالي كده تمشي وتعملي يعني مثلا كمية كبيرة كده من الحاجة اللي انت عاوزة تعمليها. جربي كمية بسيطة وشوفي اذا ضبطت معاكي يلا اعملي نفس الخطوة بكميات كبيرة يعني. لكن معظم الناس بيخافوا بس ما بيجربوا، وبيخلوا مثلا خالاتهم ولا صحباتهم ولا اماتهم يعملوا لهم الحاجات زي دي، بالذات الخمر والبخور السوداني. وطبعا حلو برضو لما امك تعمل لك، ولكن افضل انه انت تجربي وتتعلمي كيف تعملي بعض الاشياء السودانية الشعبية الحلوة اللي عندنا. تابعي الفيديوهات دي وخطوة خطوة ان شاء الله كل حاجة تضبط معاكي. فن والمكونات بسيطة ولا معروفة للسودانيات ولغير السودانيات، المنتجات دي بتتلاقي في اماكن محلات المنتجات السودانية ولا المنتجات الافريقية، ممكن تسألوا من المنتجات دي وممكن تشتروا برضو من اونلاين، لكن افضل تشتري من الاماكن تمشي بنفسك عشان تتاكدي انه المنتجات دي منتجات اصليه غير اللي بتجيبيه من اونلاين. يعني في بعض الاحيان ممكن ما تلقي منتجات اصليه اونلاين، فافضل انه تمشي بنفسك في الاماكن بتاعت المنتجات السودانيه للناس الما سودانيين يعني، وتلقوا الحاجات دي. وللسودانيين برضو ممكن تمشوا بعد الأماكن بتاعت المنتجات السودانية يا أونلاين، لو أنت عارفة ومتأكدة من الحاجات الأصلية ممكن برضو تجيبي أونلاين وتجربي بنفسك. لكن أنا شخصيا بس بحب أمشي أشتري الحاجات دي، أمشوا بالخطوات دي وإن شاء الله تضبط معاكم. وللناس اللي ما مشاركين في الغناء ألف ألف مرحب بكم، حبابكم كلكم شاركوا في الغناء. وإذا الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، تخلوا لي تعليقاتكم الجميلة وتشيروا الفيديو مع الحبايب عشان الكل يستفيد. لحد المرات الجاية أشوفكم على ألف خير، مع السلامة. It's very easy, very simple way of making Sudanese traditional sandalwood bakhur. And like I said, this is just how I make it. Some people might make it differently. Some people might reduce some of these ingredients. Some people might add different ingredients as well, or different perfumes or different oil perfumes. However, this is just how I like to make it, and I wanted to share that with you guys for those of you who would like to try it for yourselves and hopefully try it and enjoy it as well. And if you haven't yet subscribed to my channel, do subscribe, and if you like this video, give it a thumbs up. And until next time, bye.